أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نتنازحوا تعز والحديدة في مخيمات بلا دواء. المصدر أونلاين، معلم يمني يحول منزله إلى مدرسة مجانية. ومن أخبارنا المنوعة، إيقاف سائق حافلة سلم عجلة القيادة لقرد في الهند. أهلا بكم. يتحدث موقع المشاهد نت عن نازحين لا يجدون أبسط مقومات العيش، اضطرتهم الحرب لترك منازلهم والعيش في مخيمات، ويعنون إب نازحو تعز والحديدة في مخيمات بلا دواء. الحاج صالح من محافظة تعز نازح إلى مدينة إب، لكنه يعاني مع أسرته المكونة من 7 أشخاص في مخيم السلام المخصص للنازحين القادمين من مدينتي تعز والحديدة بسبب غياب الخدمات في المخيم وانعدام الغذاء والدواء، وهو ما يعاني سلطان الشريف الذي نزح من مدينة الحديدة منتصف هذا العام بسبب مواجهة عسكرية متقطعة تدور هناك. يقول الشريف للمشاهد: بعد تسجيلنا في المنظمات واتحاد نساء اليمن لم نتلقى سوى القليل من المساعدات كفرش وبطانيات ومستلزمات منزلية أخرى، وبعد مرور شهرين من وصولنا انقطعت ولم نتلق إلى الآن أي شيء. نجيب العقاب مشرف مخيمات النزوح في مدينة إب يؤكد أن إجمالي الأسر التي استقبلها مخيم السلام 95 أسرة بإجمالي 429 فردا من الذكور والإناث، وأكثر من ثلثي هذا العدد نازحين من محافظة تعز. في زاوية المقالات نطالع في الشأن المحلي تعليقا للسفير ياسين سعيد نعمان نشره في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بعنوان هزيمة أخلاقية، وأعادت مواقع إخبارية نشرة. التعليق ركز على أحداث 6 أكتوبر التي شهدتها العاصمة صنعاء في إطار ما بات يعرف بثورة الجياع. يقول الكاتب: لا يمكن وصف أحداث يوم السبت 6 أكتوبر في صنعاء إلا بأنها هزيمة أخلاقية لانقلاب استكمل بناء هويته ليعرضها بتلك الصورة التي تعكس طبيعته الدموية. لا يمكن فهم الطبيعة الدموية لأي جماعة إلا في صلتها ببنيتها الفكرية الدغمائية وبنيتها الاجتماعية المغلقة، وهي بهذا لا تجد وسيلة للتفاهم مع الآخر غير القوة والعنف والتحريض على القمع بشتى الطرق. استكمال الحوثيين بناء هذه الهوية النزقة التي استدعوا أجزاءها من ثنايات تاريخ مختزل المسار في اتجاه واحد، وهو الولاية والحق الإلهي في الحكم، لا يعني غير شيء واحد، وهو أنهم تخلوا عن تكتيكاتهم القديمة في الانفتاح السياسي لالتقاط الفرصة التاريخية للوصول للحكم، وذلك بعد أن فضحتهم الحياة في أول تجربة سقطت معها الشعارات وظهر الوجه الحقيقي. الطفولة في اليمن منتهكة بسبب الحرب، وبين فترة وأخرى تظهر تقارير تثبت ذلك وتحذر من المآل الكارثي لانتهاك حقوق الطفولة في اليمن، آخرها تقرير لمنظمة اليونيسف نشره الموقع بوست، جاء فيه أن كل طفل تقريبا في اليمن يحتاج إلى المساعدة وسط تهديد خطير بالمجاعة وتكرار تفشي الأمراض بما في ذلك الدفتيريا والكوليرا والإسهال المائي الحاد، مؤكدة أن الصراع العنيف أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 6000 طفل منذ بدء الصراع وتوقف البنية التحتية الحيوية كالمياه والصرف الصحي والصحة. وكشفت المنظمة الأممية في بيانها على موقعها الإلكتروني ترجمه الموقع بوست أن معظم العائلات اليمنية استنزفت مواردها المالية، ويتزايد زواج الأطفال وعمالة الأطفال، ويقاتل الكثير من الأطفال في نزاع لا يصنعونه. وذكرت أن هناك أكثر من 1,000,000 طفل خارج المدارس و10 ملايين طفل بحاجة إلى المساعدة، كما يهدد سوء التغذية حياة الملايين من الأطفال، حيث يعاني 400,000 طفل من سوء التغذية الحاد. معلم في تعز يحول منزله إلى مدرسة حكومية، هذا ما أورده موقع المصدر أونلاين، والذي قال في التفاصيل:
معلم حول منزله إلى مدرسة حكومية يدرس فيها مئات الطلاب الفقراء نتيجة تعذر عودتهم للدراسة في مدرستهم الواقعة وسط منطقة اشتباكات. قال المعلم عادل الشريحي للمصدر أونلاين أنه بادر قبل 3 أعوام بتحويل منزله إلى مدرسة حكومية تستوعب مئات الطلاب والطالبات الفقراء العاجزين عن الالتحاق بالمدارس الخاصة. وبحسب عادل الشريحي فإنه يعمل منذ 3 أعوام مع مدرسين نازحين ومنتدبين من مكتب التربية وطلاب متطوعين من جامعة تعز على تدريس أكثر من 700 طالب وطالبة من طلاب التعليم الأساسي في منطقة وادي السلام غرب معسكر الدفاع الجوي. وسميت هذه المدرسة بمدرسة النهضة وتتكون من 6 فصول دراسية في المنزل و3 خارجها، ويفترش الطلاب والطالبات الأرض، وتعتبر مدرسة بديلة عن مدرسة الإحسان الكائنة وسط منطقة تماس، ويحيط بالمدرسة 13 مدرسة أهلية يعجز أبناء المواطنين الفقراء الالتحاق بها نتيجة رسومها الباهظة. في شأن محلي آخر، كتب وسيم يحيى في يمن توك مقالا بعنوان ميليشيا الانتقالي والحوثي معاول هدم، معلقا على التحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات في العاصمة السياسية المؤقتة عدن. ويقول الكاتب: الجهد الذي بذلته الحكومة خلال ما يقارب 3 أعوام كان يصب بدرجة أساسية في خدمة الإنسان أولا وثانيا وثالثا، بينما ميليشيا المجلس الانتقالي تمعن في إلحاق أضرار فادحة بمصالح المواطنين وتتسبب بتدهور متسارع للاقتصاد وتخريب الخدمات وخلق حالة فوضى عارمة تصيب الحياة بشلل تام. الوقائع على الأرض تؤكد بشاعة المشروع التدميري الذي تنتهجه هذه الميليشيات، وهي تشبه تلك التي انقلبت على مخرجات الحوار الوطني وعلى الشرعية واحتلت المؤسسات المدنية والعسكرية وصادرت مقدرات الدولة ونهبت البنوك والمؤسسات العامة والخاصة وقتلت وشردت ودمرت. كل هذا القبح والإجرام من أجل خدمة إيران. هذه الميليشيات وتلك كلاهما ينفذان مشروعا واحدا يهدف إلى ارتكاب المزيد من الحماقات والعنف والتشريد والتدمير والتخريب وإدخال البلاد والعباد في دوامة صراعات لا تنتهي، ولا يمكن لعقل أن يقبل بهذا التصعيد الذي تقوم به ميليشيات الانتقالية للانقلاب على الحكومة الشرعية في الوقت الذي تكرس الحكومة جهدها في تحقيق استقرار أمني واقتصادي واجتماعي وتعمل على إيقاف تدهور العملة الوطنية. تحدثت الصحيفة العربية عن تصاعد حرب الموانئ بين السعودية والإمارات والحوثيين في اليمن لتنذر بتفاقم الأزمات الغذائية والتجارية في البلد الفقير الذي يعاني من أوضاع اقتصادية ومعيشية متدهورة، وفي الوقت الذي لا يزال التحالف العربي الذي تقوده السعودية يعطل ميناء عدن. اتهمت الحكومة اليمنية الحوثيين باحتجاز 10 سفن نفطية وتجارية في ميناء الحديدة، ولم تكن الإمارات بعيدة عن حرب الموانئ حيث استولت على ميناء نفطي جديد في محافظة شبوة. تقول الصحيفة: يبدو أن اليمنيين أصبحوا ضحية تفاقم الصراع بين الأطراف الثلاثة السعودية والإمارات والحوثيين على الموانئ عبر مزيد من الأزمات الغذائية وسط ارتفاع جنوني في أسعار الوقود وشح حاد لمختلف السلع في ظل تعطل العديد من الموانئ الاستراتيجية لبلادهم. ما تزال الصحف العربية تفرد مساحة لأحداث صنعاء، حيث قالت صحيفة الشرق الأوسط أن حفلة قمع ارتكبها عناصر الحوثيين وفرق الزينبيات ضد المنتفضين الذين خرجوا إلى الشارع في ثورة جياع دعا إليها ناشطون وناشطات في صنعاء. أفاد شهود بأن الجماعة الحوثية سارعت عشية المظاهرة إلى إغلاق الشوارع الرئيسية، كما استنفرت كافة عناصرها في أحياء صنعاء. وأوردت وكالة الأنباء الألمانية عن سكان أن صنعاء ما تزال تشهد استنفارا أمنيا كبير من قبل مسلحي الحوثيين الذين نشروا دورياتهم العسكرية بشكل مكثف في معظم الشوارع. وفي الشأن العربي، نطالع في العربي الجديد مقال للكاتب الصومالي الشافعي أبتدون بعنوان الصومال والتعددية الحزبية، وفيه عرض الكاتب لوقائع التعددية الحزبية في بلاده على خلفية الإعلان عن حزب سياسي جديد في مقديشو. يقول الكاتب:
نظم قبل أيام مؤتمر لإزاحة الستار عن حزب سياسي جديد في مقديشو يضم عددا من الأحزاب السياسية وكتلة برلمانية وغالبيتهم من أعضاء الحكومة الصومالية السابقة برئاسة حسن شيخ محمود إلى جانب سياسيين آخرين ونواب حاليين. لكن سر هذا التجمع بين فئات متناقضة في الفكر السياسي أو متباينة في الأيديولوجيات هو سعيهم نحو الظفر بكرسي الرئاسة في الانتخابات المقبلة عام 2020. تشكل في مطلع عام 2011 حزب سياسي وكان طرفاً طارئاً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية عام 2012، فتم جمع فئات مختلفة من المجتمع المدني وأقطاب سياسية تمتاز بنكهة التنوع من حيث المذهب السياسي والانتماء القبلي، فكان لهذا الحزب ما أراد، فظفر بكرسي الرئاسة وأتيحت له كل الإمكانات المتاحة لتأطير العمل المؤسساتي للحزب الحاكم. لكن شيئا من هذا لم يحدث، فأصبح عمل هذا الحزب بمثابة عصا موسى، فانقلب السحر على الساحر. ليست مستبعدة فرضية عودة الرئيس السابق حسن شيخ محمود إلى سدة الحكم، فالصومال بلد المفاجآت، وليس مستبعدا أيضا أن يعيد الرجل أخطاءه الكارثية الماضية التي وضعته في مقتل وفي حرج مرير. التعددية الحزبية التي أقرها البرلمان الصومالي وصادق عليها الرئيس السابق حسن شيخ محمود تجربة لا تعتمد على أسس قوية، فالشروط الكثيرة التي وضعت أمامها تقيد هذه التعددية. سلطت الأضواء مؤخرا على جهاز الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، كما ذكرت شبكة البي بي سي بعد صدور تقارير عن اعتقال مينغ هونغوي رئيس الجهاز عقب وصوله إلى بلاده الأسبوع الماضي. كانت السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا بعد اختفائه بعد أن أبلغتها عائلته بفقدان الاتصال معه منذ أن ترك مقر الانتربول في مدينة ليون الفرنسية في رحلة إلى الصين قبل أسبوع. لكن ما هو جهاز الشرطة الجنائية الدولية الانتربول؟ تجيب شبكة البي بي سي بأنه أكبر منظمة شرطية في العالم وعدد أعضائه 192 دولة، وتقع الأمانة العامة للإنتربول في ليون بفرنسا، ولدى المنظمة أيضا 7 مكاتب إقليمية في العالم، ومكتب يمثلها لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وآخر يمثلها لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وتسعى المنظمة إلى تمكين أجهزة الشرطة في العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا، وتعمل هذه المنظمة على ضمان حصول أجهزة الشرطة في أرجاء العالم كافة على الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية. صحيفة القدس العربي أوردت في أحد أخبارها أنه تم إيقاف سائق حافلة في الهند عن العمل بعد أن ترك قردا يتولى القيادة، أثار مقطع الفيديو الذي انتشر المخاوف والسخرية، حيث أظهر مقطع الفيديو أحد قردة اللانغور ممسكا بعجلة القيادة ومتحكما بها بينما يتحكم السائق في سرعة الحافلة، وذلك خلال رحلة في ولاية كرناتكا جنوبي الهند. وظهر السائق مبتسما وهو يربت على كتف القرد ذي الوجه الأسود بينما تتحرك الحافلة على الطريق الرئيسي المزدحم. تيسلاث المتحدثة باسم هيئة النقل البري الحكومية قالت أنه تم إيقاف السائق إم براكاش عن العمل بسبب السماح للقرد بتولي القيادة وتعريض الركاب للخطر. وفي زاوية المقالات المتصلة بتطورات الأحداث العربية والدولية أيضا، نطالع في العربي الجديد مقالا للكاتب معن البياري بعنوان حاشية في مسألة خاشقجي، ومما جاء في المقال: مريع جدا أن يكون بين ظهرانينا نحن العرب مثقفون وإعلاميون وناشطون لا يعثرون في هذه الجائحة على أي شأن إنساني أو حقوقي، ويصنعون منها مادة للت والعجن، مشتغلون في الإعلام وذو مسؤوليات، وبعضهم يقيم في عواصم الغرب ويحملون شهادات رفيعة، وآخرون ناشطون منتخبون في تجمعات نقابية وتمثيلية. ظنوا على جمال خاشقجي بأي مشاعر رفيعة تتمنى له السلامة والأمن والأمان، وحتى في أثناء تواتر أنباء عن نهاية مأساوية للرجل ما زال مأمولا أن تكون غير صحيحة. وفي تعريضهم بخاشقجي والذي لم يتخفف يوما من حرصه على بلده، جاءوا على تجربته صحافيا وهم في جهل ثقيل بشأنها،
متعبين بأرطال من ثقافة الارتياب والنميمة والشبهة تضغط على أفهامهم ومداركهم، ودائما مع انحطاط أخلاقي مروع. وإلى هذا الذي يجوز تسميته انتحارا أخلاقيا لدى هؤلاء الناس غير القليلين والحاضرين في مواقع إعلامية وثقافية ومجتمعية وحزبية، مثلت عامي مؤسسات إعلامية كبرى وصغرى في السعودية والإمارات عن قضية زميلنا المغيب في إسطنبول، وتجاهل وجود شخص اسمه جمال خاشقجي في العالم مثل ابتذالا ليس فقط لمهنة الإعلام وإنما أيضا لقيمة العقل، سيما في زمن ثورة الميديا الرقمية المهولة. من صحيفة الديلي تيليغراف نستعرض أبرز الصور المتنوعة التي تم التقاطها من مختلف المناطق حول العالم إلى جولتنا المصورة لهذا اليوم. تحمل رسوم الكاريكاتير الكثير من الأفكار والمواقف المعترضة، ويلجأ كثير من أصحاب الرأي إلى التعليق حول الأحداث بأشكال فنية توصل رسائل أعمق يبقى أثرها طويل. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها الآن. هذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.